اليوم حنسوي تحدي بابا يتحكم بحياتك اليوم كامل. احسن تحدي. يلا ايمان انزلي. مو كذا. اهم شيء تغطي شعري. مو كذا يا بابا. ليش هذا التحدي؟ احلى تحدي. ايش لازم تسوي اول شيء بالصباح؟ ناكل؟ لا تاخذي ملعقة عسل. شكلها مره زعلان. بنفسك والله طعم مره صحي لك عشان كذا انا دائما اسوي هذا اللي انا اسوي كل يوم اول ما اصحى اخذ ملعقه عسل مره صحي مع زبادي. يامي منوكا هاني ليش تسوي زي كذا بيبي تيستي ما احبه. ايمان انت دائما تمشي زي كذا ما تلعب رياضه كثير فبحاول اعلمك المعيشه الصحيه اوكي. فالحين بعد الملعقه العسل ايش لازم تسوي؟ اوكي بيب بابا تنشك لازم تسوي رياضة بالصباح. يلا اجري في المطبخ. كلك اجري في المطبخ. ايمان دورك. اجري ايمان. كل يوم انا اجري في المطبخ زي كذا ما ابغى. يلا لازم عشان انت ما بتجري بسرعة اعمل بوش اب. يلا اعمل ايه؟ لازم بابا يتحكم بحياتك. يلا عشان ما بتجري بسرعة. يلا انزلي وريها أرس وريها كيف ما أقدر أسوي واحدة كمان واحدة بس ما أقدر أسوي. أنس وريها كيف تجري. أتنشن إيش بعد الرياضة؟ بعد الرياضة ننام ونرتاح. تأخذي فطور وأنا حسوي لك فطور صحي أحلى فطور لبنتي العزيزة. واو شكرا مرة أحب هذا الفطور. مسوي نفسها مبسوطة الحمد لله. حتاكليه كله؟ أيوه مرة يومي مرة متحمس أشوفك تاكليه كله. تعرفي إيش هذا أصلا؟ أيوه إيش هذا؟ سبينيش سباغانيك. أوه يمي سبينيش. يلا كلي هذا أول شيء كلي كله. يمي ما شاء الله بتسوي نفسها يمي مرة أحبه أحبه. ممكن مندي؟ أحبه. كلي. ورينا فمك بلاتي؟ لا ما ممكن مندير. أناس وريها إنه عادي حتى أنت بدك تأكله. كيف يشم زي الأرنب. عادي كل. كل. سبينيش هذا يعطيك عضلات زي باباي. باباي ذا سيلوات. هذا بيض؟ من جدك تعرف ايش؟ تسأل ايش هذا؟ ايش هذا؟ اكيد بيض. يلا كلي خذي عطة. بس احب البيض سكرامبلز. ها ما تحبي البيض المقلي زي كذا؟ ايوه ما احب زي كذا. كلي لازم جربي. انت جرب اول. بابا يحبه عادي. ايوه كيف تاكله؟ ما قد اكلت بيض زي كذا. ايوه ما اكلت بيض. انت دائما تاكلي بيض. يلا أنا خايفة. عادي والله بيض. أوكي هاكل هذا. إيش هذا اللي فوق التوست؟ أفوكادو. إيه يلا قد أكلت أفوكادو من قبل؟ إيه ما حبيته. يلا كلي عطر. ممكن مندير أول. لا ما تأكل. لا لا لا. هذا فطور صحي مو بس تأكلي بانكيك وافلز وزي كذا لا كلي أكل زي كذا هذا مرة راح يساعدك في النمو. في النمو. إيش هذا نمو؟ يعني تكبري. لذيذ صح؟ لذيذ. إلا لذيذ. جرب الأفوكادو. لا هذا الفيديو حقها مو الفيديو حقي. أنت لازم صحتي كمان لا؟ لا هذا فطوري. شوكولاتة؟ أيوه. أعطى شوكولاتة؟ لا أنت لازم تاكل صحي. أنا ما بيشارك في التحدي. غير عادل. ليش مو ما بيشارك؟ اليوم أنا بس بتحكم في حياتك أنت مو بحياته هو كمان. يلا خلص فطورك. ما لا لا ما لازم. لازم. قولي بيض على قال يلا. ماما جات واقفة ورا الكاميرا. ماما ما بتاكل فطورها. قولي لها تاكل. قولي لازم تاكلي. تكوني جيعانة إلى ما أكلتي. ممكن آكل شوكولاتة زي أنس؟ ماما إيش رأيك بالفطور هذا؟ صحي بس انت لما تاكلي زي كذا ماما كل يوم تاكلي بس توست. لا هي تاكل كيك الفطور. جرب البيض على الاقل. ما يراد تجرب البيض ماما. ما اكلت شيء. ما اكلت شيء. ما اكلت شيء يا كذابه. كذابه ايمان ما اكلتي قاعده ترتب الغرفه قبل ما اصور هنا
لأن غرفتها مكبكبة. أيوة. إيش حتلبس اليوم؟ فستان. لا أنا حختار لبسك. أنا بتحكم في حياتك اليوم كامل. مفروض كل يوم أنا أتحكم في حياتك لأني أنا بابا وأنت صغيرة بنت. نونو بيبي. شوف الأشياء هذه. إيش حط بتحط بنطلونات كلها هنا وهنا القمصان. هنا الفساتين. خلينا نشوف ايش فيه. ايش هذا؟ متى تلبس هذا؟ ما شفتك تلبس هذا لما رحت حفله. هذا مره صغير. ايش الاحزمه هذه؟ اول شيء اختار بنطلون لها واعتقد انه عشان في مطر اليوم. مو مطر قوي. شوف المطر كيف برا. فاعتقد افضل انها تلبس بنطلون. ايش رايك؟ مبسوطه بهذا الشيء؟ ايوه. اعتقد هذا راح يروح حلم على البطرون. يلا البسي. اوكي قبل ما اروح تلبسي اعطيني بوسه. اوكي قولي احبك. احبك يا بابا. احبك يا بابا. انت افضل اب بالعالم. انت افضل اب بالعالم. شكرا. اوه عجبك ذوق بابا. ايوه. يلا حنطلع برا الحين. فين نروح؟ خرجنا مثل ما شايفينه. اول شيء ابغى ايمان تسويه تلعب عشان ما صارت تلعب كثير. هي كبيرة تقول ما تحب تلعب هنا. فأباك تنزل على الأقل الزحلقة. على الأقل الزحلقة. يلا مبلل عشان كده فاضي ما في أحد جوا. عادي عندي يعني شوية موية ما فيها شيء. شوية شوف والله صح مبلل بس لازم تسوي. عادي عادي موية شوية. استمتعي بالحياة. استمتعي انزلي. من كبرها ما هي قادرة تطلع هنا. هي الوحيدة اللي هنا قاعدة تلعب. هتتبلل كثير متأكدة؟ شوف شوف ال اوه ماي جاد. ما توقعت زي كذا والله ما توقعت. شوف المويه على الجاكيت. اوه شوف المويه على الجاكيت. اوه ماي جاد ايمان تبللت كثير. الحين لازم تدخلي المول تشتري لي انا هديه. لا فلوسك انت. ايوه طبعا لازم تشتري لي انا هديه. هو يبغى هديه. ايوه انت بس تبغى عطر. ايوه ما صرت تحب شيء ثاني بس تبغى عطر. وهي مره ما تحب. اشتري لك شيء بس بجنيه. طيب اشتري لي هديه حلوه. اوكي يلا اخوك حيروح معك. انا ما حاجي معك. هو حيصور. وانت صوري كمان. اوكي تعالوا. اوكي احنا في المول بندور على مكان بابي يحب. اوه انا ندخل هنا. اوكي اوه هذا شكل كول. اشتريها. دخلنا محل العاب عشان اعرف انه بابا يحب الالعاب ويحب يصوره في اليوتيوب. لقيت شيء مناسب له. اشتري هذا. هذا؟ أوه ايوه هذا كويس. واشتري هذا؟ لي انا. لي انا؟ ها؟ ترى سلك اشياء. بس لحظة ليش رحت محل العاب؟ عشان انت تحب الالعاب. ايوه صراحة؟ ايوه احب الالعاب. عشان اليوتيوب بس اروح محل العاب. طيب خلينا نشوف ايش اشتريت. ما قد اشتريت هذا من اول. اشتريته من اول. ليش اشتريته؟ اعتقد عندي وعندي هذا. عندي كثير من مو نفس الشيء. مو نفس الشيء بس تسمحي لي اعطيه الجان. اوكي وليش شفتي هذا؟ انت جبتيه لنفسك. لا هذا هذا لانس عشان انس قاعد يبغى شيء. هذيك اسكتي. انت جبتي هذا خنزير لانس؟ ايوه. من جد؟ ايوه. ايش هذا؟ عشان هذا الشنط. لجج. ايوه عشان شنط. ليش عشاني ولا عشانك؟ شنط. ايش الاداء الغريب هذه؟ ذكرني بيك. ايوه عشان كذا زيك يا بابا. وايش هذا اللي هنا؟ هذا حق مين؟ هذا حقي. اشتريت لنفسك؟ ايه. لازم تدخلي هذا المتجر وتسألي عن بابا غنوش. لا ابدا. يلا انا اقدر اسويه. تباني اسويه؟ ايوه واك سوي. طيب يلا يسوي. اوكي هو انس حيسويها. واو هاي يو هاف بابا غنوش نو. اوكي ثانك يو. ايه سألتها اذا عندها بابا غنوش. احسنتي. ما لما سويتي زي اخوكي. الحين وقت الاكل وايمان تبغى تختار الاكل اللي راح تاكله. ها طيب حاعطيكي هذا الخيار. ايش حتاكلي؟ نودلز. كيف الاكل يا جماعه؟ كاري. انت ايش تاكل؟ كاري؟ الحين يا ايمان ابغاكي تلعبي هنا. ما تقدر تجلس من كبرها. شاف سيارتي ما شغاله دحين بنزل.
مسكين يوسف يبركب بس ما من آخر مكانه. من حرجة؟ أيوة. إيش تتوقع حسوي دحين؟ نمشي في الفاونتينز. في نوافير عادة في نوافير هنا بس لا غلط. شايفة هذا المبنى الجميل؟ أيوة. اطلعي فوق الدرج هذا وارقصي هناك في النص. يلا. لا. يلا. يلا ما تبغى تسوي مرة من حرجة. يلا نستناك هنا. حستناك هنا يلا حنجلس وحنتفرج عليك هنا. مرة تبغى أنا أسير معها. أنا حنجلس نتفرج عليها. بس هذا المطعم يمكن يخاصموني. عادي مالي صلاح. يلا يلا لازم تسمع كلام بابا. أنا بتحكم بحياتك. مرة منحرجة. شوف تمشي بعيد من الدرج مرة منحرجة. شوف كيف راحت. الحين لازم ترقص. سوته والله سوته. مرة انحرجة. شوف كيف تجري. إحراج. انحرجتي؟ هي نوافير اشتغلت. اوه هي تروحي في النص. روحي امشي بين النوافير يلا. او او او, أو تخيل اذا طاحت. الان لازم تنطين هنا اعلى شيء نشوف مين اعلى انت ولا اناس. يلا بنطلوني ما كل شيء بيطيح. اب بنطلون ايمان تقدر تغني على هذا الكوبري؟ لا. طيب بس لازم تسوي شيء. توقفي بوز لمده دقيقه. لا تتحركي لا تتحركي لمده دقيقه. حركت عيونك. اوكي خلص وقتك. اوكي سهل؟ ايوه سهل. تقدر تغني ولا لا؟ لا. إيمان راحت البيت وانا وانس حلقنا. ايه كيف؟ فكرة أنس. ايش بنسوي في النادي حاليا إيمان؟ انت حتتمرن؟ ايوه انت حتساعديني. روحي هناك ورا. أنس من أول تكلم ورا كاميرا. يلا ورينا. يلا سوي بس اثنين. بس اثنين مظبوط. يلا يلا بس اثنين. واحد. يلا بس واحدة كمان. قلت لك بس يلا ورا بعض لازم. ما يقدر سوي اثنين. اثنين ما يقدر. أشكر شكلها. أبغى أوريكم أشياء مرة كول. شوف هو قرر يجلس على. أوريكم. Is that nice? شكله زي بابا. Hey. شفت؟ Aha. Oh, شكله cute. يقول بشع. الحين عندي هذا. Oh. What's this chat? Is it Georgie pig? You want it? Like it? Is it pig? ما جبت الشيء ليوسف؟ أوه أيوة جبت شيء. يوسف هذا. هذه مو هدية أنا؟ هديتك. تعطيها ليوسف؟ كلنا نقدر نلعب معها. ايش اشتريت لنفسي؟ ترجعت يستنى هدايا كمان. ايش كيف جالس كذا؟ ما يبغاها ما افتح. راسه صعب. جالس على اللابتوب اشتغل لكن عنده صداع. احتاج مساج. ايمان ايمان هاي ايش تبغى؟ احتاج مساج عندي صداع. يلا مساج كويس. ايش هذا؟ هذا مو مساج هذا عذاب.
إيمان لا مزبوط أنا أوريكي كيف سوي مساج كذا نسوي مساج لا لا كذا قفلي فمك قفلي فمك كذا مساج خشبي مساج لا مو كويس إلا كويس كذا حتنامي بعد شوية صح؟ قبل ما تنامي لو سمحتي نظفي غرفة أنس ويوسف شوفوا الغرفة ايش هذا؟ شوف أنس بنطلونين شوف كيف إلا أنت لازم تنظفي غرفة الأولاد يلا نعم إلا يلا يلا روحي رتبي غرفتي دي الحين لانك كويسه ما شاء الله تضيف يلا أوه. يلا اكتشفت ان ايمان رمت كل شيء هنا ورا السرير ايمان ايش ايش حطيتي كل الاشياء ورا السرير ها ما رتبت شيء ما نظفتي روحي رتبي مزبوط لا رتبي ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اذا عجبكم اعطوني لايك وسبسكرايب مع السلامه